طبعا المعلم لا يقول وزير في اخبار التكباط، ايش يقول المعلم؟ يقول المعلم من التكباط في عياط نختاروك لا تعفينا، نحن الوزير التكباط مو زين قبال علينا. الله علينا زين قرص الوزير هذا قرار اخبار وجات من فوق ونحن لعلينا نقول للمؤسسات اللي من فوق يجينا. يقول المعلم على فرصتونا مسله ما نبقوها لا يشقينا واحنا ما نبقوا حد علاش ما نبقوا يفرصينا. الله علينا زين قرص الوزير تبانوا كثرتوا الكلام التكباط ولا يعنينا وما هو يلقون حرام ولا هو عيب ولا هو شينا. يقول المعلم على حد طويل وذا شاع تكبيطه ما هي زينه وحد قصير متكبط قاع وشينته الذين. قطع قرص الوزير كافينا قاع من الجدال شتتنا ويفرشينا حد يعدل ذاك اللي قال الوزير وتوفوا فينا. يقول المعلم لعدت اللي مصر عليه ذا القرار اله عطينا ذاك اللي لي نشرو بيه تكبيطه زينه حسينا. الله علينا زين قرص الوزير احنا فتنا سدنا الاخلاص واللي منكم نفعوا زينه واللي ما نفعوا ذاك قلاص نحن بعد يطيح علينا. سكحت قال صار المعلم في النهايه نعرف عم مولانا قضى راعيه ونحن راعينه مؤمنين وقضى الله قبلنا به ورضي.